اهلا وسهلا بكم في قناه تعلم مع ادم واياد. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. في اطار استعداد لفروض المرحله الثانيه او الفرض الثاني للدوره الاولى بالنسبه للمستوى الخامس، سنشوفوا نموذج للفرض الثاني الدوره الاولى بالنسبه للمستوى الخامس ماده اللغه العربيه. النموذج على شكل بي دي اف هتلقاه في الوصف. اذا عندنا فهم المقروء او مذوب النص، نقراو قراءه جيده وبعدها نجاوبوا على الاسئله. يقوم التعليم في المقام الأول على تعلم مبادئ الأخلاق الحسنة والسلوكيات الجيدة، ولذلك فإن أول واجبات التلاميذ هو الالتزام بالأداب العامة والتي تتجلى في احترام المدرس ومعرفة قدره، حيث أنه يعمل ويجتهد من أجل أن يمنح تلاميذه العلم والمعرفة. كما يجب على كل متعلم أيضا أن يحترم زملائه الذين يتلقون معه العلم وأن يراعي مشاعرهم. ومن أهم صور الاحترام بين المتعلمين وعدم السخرية من بعضهم البعض، حيث أن الله تعالى قد حرم السخرية بين البشر لأنها تؤذي النفوس. كما يجب التعاون بين التلاميذ في الأمور التي تستدعي ذلك. من الواجبات اللازمة أيضا تجاه الزملاء وتقديم المساعدة لمن يحتاجها فيما عدا الأمور المحرمة والممنوعة مثل الغش في الامتحانات. كما للمتعلمين واجبات أخرى تجاه المدرسة من أجل الحفاظ على قواعدها العامة وعدم الإخلال بالنظام واتباع الأوامر والقواعد المفروضة داخلها، مثل عدم استخدام الهواتف أو وسائل الترفيه بها لأنها مكان مقدس لتلقي العلم والمعرفة. إذا هنا بالنسبة للنص كيناقشنا موضوع ديال التعليم وأنه كيعتمد على مبادئ وأخلاق حسنة. هاد المبادئ والواجبات التلاميذ نحو الأساتذة الاحترام، كذلك نحو بعضهم البعض، يعني نحو التلاميذ بعضهم البعض، يعني احترام متبادل، كذلك مساعدة بعضهم، كذلك عدم السخرية من بعضهم. وكذلك كاين هناك واجبات تجاه المدرسة والحفاظ على قواعد العامة، عدم الإخلال بالنظام، اتباع الأوامر والقواعد المفروضة، وكذلك عدم استخدام الهاتف أو وسائل الترفيه. إذا نجاوبوا على الأسئلة انطلاقا من النص، ونبداو اختار العنوان المناسب بما يأتي بوضع العلامة إكس في الخانة المناسبة. إذا شنو العنوان اللي ممكن نختاروا النص؟ واش واجب التلاميذ نحو المجتمع؟ واجب التلاميذ نحو الأساتذة والتلاميذ والمدرسة؟ واجب التلاميذ نحو ممتلكات المدرسة؟ إذا بالنسبة للنص فهو يناقش ماذا؟ يناقش واجبات التلاميذ نحو الأساتذة، ثم التلاميذ بعضهم بعض، ثم المدرسة. إذا العنوان المناسب هو العنوان الثاني. نعم، ننتقل إلى السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني، على ماذا يرتكز التعليم في المقام الأول؟ أرجع للنص. يرتكز التعليم في المقام الأول على تعلم مبادئ الأخلاق والسلوكيات الجيدة. إذن هنا على ما يرتكز التعليم في المقام الأول. إذن نرجعوا ونكتبوا الجواب. إذن نرجعوا للسؤال ونكتبوا الجواب. يرتكز، إذن نكتبوا الجواب، يرتكز على، نكتبوا الجواب مباشرة حيت ما عندناش فراغ بزاف. إذن يرتكز على تعلم مبادئ ماذا؟ مبادئ، إذن يرتكز على تعلم مبادئ، إذن يرتكز على تعلم مبادئ الأخلاق، إذن على مبادئ الأخلاق وماذا آخر؟ والسلوكيات الجيدة. نعم، نقطة. إذن جاوبنا على السؤال الأول، وممكن نزيدو يرتكز التعليم في المقام الأول باش تكون جملة مفيدة ويعني ذات معنى. إذا في المقام الأول، إذا على تعلم مبادئ الأخلاق والسلوكيات الحسنة. نعم، ننتقلوا للسؤال الثالث. السؤال الثالث، ما هي واجبات المتعلمين اتجاه زملائي في المدرسة؟ إذا جاء في النص بزاف الحوايج اللي كيدلوا على التبادل المحترم، احترام الزملاء، كذلك عدم السخرية من بعضهم البعض، كذلك التعاون بين التلاميذ، مساعدة لمن يحتاجها. إذا بزاف الحوايج ممكن نكتبو مش كاملين، باختصار إذا نكتبو بعض النقاط. إذا عدم السخرية من بعضهم البعض، إذا عدم السخرية من بعضهم البعض، من بعضهم البعض، من بعضهم البعض. إذا في المقام الأول عدم السخرية من بعضهم البعض. ممكن نكتبوا كذلك مساعدة بعضهم البعض، أو ممكن نكتبوا كذلك الاحترام
المتبادل، الاحترام، الاحترام المتبادل. إذن كذلك ممكن كتبوا تقديم مساعدة لمن يحتاجها، تقديم المساعدة لمن يحتاجها، تقديم المساعدة لمن يحتاجها، تقديم المساعدة لمن يحتاجها. كذلك ممكن كتبوا حاجة أخرى، مراعاة مشاعر بعضهم البعض، مراعاة مشاعر بعضهم البعض، مشاعر، إذن مراعاة مشاعر بعضهم البعض، مشاعر بعضهم البعض يحتاجها، مراعاة مشاعر بعضهم البعض. إذن نكتفي بهذا القدر، ننتقل للسؤال الرابع. إذن ممكن تزيدوا التعاون بين التلاميذ، ممكن تزيدوها التعاون مع بين التلاميذ، التعاون كذلك بين التلاميذ. نكتفي. إذن تقريبا جاوبنا على عمل الواجبات كاملين اللي كاينين في النص. ننتقل للسؤال الرابع، ما هي الأشياء الممنوعة استعمالها في المدرسة حسب النص؟ إذن جاء عدم استخدام الهواتف أو وسائل الترفيه في المدرسة. إذن عدم استخدام الهواتف، وكذلك عدم استخدام الهواتف أو وسائل الترفيه، أو وسائل الترفيه، أو وسائل الترفيه. نعم، سلينا السؤال الرابع، ننتقل إلى السؤال الخامس. أنجز خريطة كلمة تتجلى. ما معنى خريطة كلمة؟ كنحدد النوع ديالها، كنحدد المعنى ديالها، كنحدد ضد الكلمة وكنركبها في جملة. تتجلى نوعها فعل، إذا إما كيكون فعل أو اسم. إذا نوعها فعل، إذا معناها ما معنى؟ إذا نوعها فعل، معناها تتمثل، تتضح، تظهر إلى آخره. إذا معناها تتمثل. إذا كاين بزاف معاني، إذا نكتبوا معناها ماذا؟ إذا معناها مثلا تتمثل، معناها تتمثل. ممكن تزيدوا كذلك معنى آخر، معناها كذلك تتضح، تظهر. هذو كل معاني دي تتجلى، تتضح، تظهر كذلك. إذا هذو معاني ديال كلمة تتجلى. ما هو ضد؟ إذا ضد كلمة تتجلى ممكن كتبوا تخفى، أو إذا تخفى. إذا مثلا، إذا نمشيو تركيبوها في جملة، مثلا ركبوها في جملة، تتجلى دور الرياضة في تغذية العقل والجسم. تتجلى دور الرياضة في تغذية الجسم والعقل. إذا في تغذية الجسم والعقل، الجسم والعقل. إذا تتجلى دور الرياضة، تتجلى، إذا جملة تتجلى دور الرياضة في تغذية الجسم والعقل. ننتقل إلى السؤال السادس، اكتب شبكة مفردات كلمة المدرسة. معنى شبكة مفردات كلمة المدرسة يعني جميع الكلمات التي عندها علاقة بالمدرسة. متى ممكن كتبوا المعلم مثلا؟ إذا المعلم، إذا بالنسبة للمعلم أو الأستاذ أو الأستاذة. كذلك ممكن كتبوا التلاميذ أو التلميذ، إذا التلاميذ. ممكن كتبوا كذلك الساحة، ممكن كتبوا كذلك القسم، كتبوا الإدارة، كتبوا المدير. إذا بزاف الحوايج عندهم علاقة بماذا؟ بالمدرسة. ممكن تزيدوا كلمة أخرى، كتاب مثلا، أو حصة، حصة دراسية إلى آخره. إذا كاين بزاف الكلمات اللي عندهم علاقة بالمدرسة. ننتقل إلى السؤال الموالي. بالنسبة للسؤال السابع، استخرج من النص معنى الكلمتين التاليتين، يعطي والتحقير. إذا النص عندنا معنى يعطي، عندنا في النص يمنح، يمنح يعطي. إذا يعطي تلاميذه العلم، يمنح تلاميذه العلم والمعرفة. التحقير نجأ في النص. إذا عندنا عدم السخرية، إذا هنا حرم السخرية. إذا التحقير هو يعني معنى السخرية. إذا نرجعوا ونكتبوا هذه المعاني. إذا يعطي معناها ماذا؟ معناها يمنح، يمنح. إذا نعم شو كذلك جملة تحقير أو كلمة تحقير معناها السخرية، السخرية. نعم،
ننتقل السؤال الثامن، ما جمع الكلمة التالية؟ جمع المعرفة هي ماذا؟ المعارف. إذا نكتبو المع، إذا معناها المع المعارف. إذا هذا بالنسبة المعرفة. بالنسبة للعلم يعني جمع ديالها، إذا جمع كلمة المعرفة المعارف، وجمع كلمة العلم العلوم العلوم. إذا عندنا العلوم، إذا معرفة جمع ديالها المعارف، والعلم جمع ديالو علوم. هذا نكون سالينا التصحيح ديال هذا النموذج، نتمنى يكون فتكم. شكرا وإلى اللقاء.